الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الدرس الرابع والعشرون من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. فالنواصب عشرة، وهي أنولا وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو واي وهم كسر لكتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو في القواعد العربية وألف الشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. وحنا قبل وانا يا عشر كلواتني أفراد أفري لواتنا فعل كي مضارب عن كسو جري فعل كمضارب مبني يا معرب وها معرب ولكتي سوين وانتي سبضا معرب أصل وفعل كمضارب. أما ماضي يا أمر يكو مبنيان لبدا ومبني مضارعنا ومعرب الخالي من النونين لبدا النون هدو خالي كان هدو خالي كان كما نادى نون التوكيد يا نون النسو مركا مضارع معرب كمبني لوجر ام نقضى مضارع هدو نون التوكيد لا حرير مباشره نون التوكيد كما ثقيلها النقضى ما خفيفه ثقيلة كشدن با لغا ودا سيده لا يسجنن لا يقومن لا يضربن خفيفا كان شدن سيده لا يكونن لا نصف عن هذه نون التوكيد ولا حرس فعل كمضارع ومبني فتحه لو بني نون التوكيد كنا وحرف هذو نون النسوة لا حرس انا فعل كمضارع يبنى على السكون سكون با لو بني نون النسوة هنا وضمير وفاعل لبدا نون هدين لا حريسن فعل كمضارع ومعرب معرب كيسا مركا هدنا وحو كهلا فعل كمضارع وحا لغو قرن آيو أفر حرف الزوائل اللي راه إن لغو بلو ضوي أو لغو كل مية أنيتو فعل كمضارع ومرفوع ولي إن لها لوح كردقة أما إن لها لوح ريبا مويه ومرفوع ولا قرتيا قذي لكن وحاق ذي عامل معنوي ولا تجرد ما حاكر دقا هديلا لكن وحكر دقا أجر عامل أما أدوات كر دقا أجر وحروف وضع ما حارب وانو إمارة أيضا. فالنواسب كوي فعل كمضارع كر دقا هي عشرة وطبا بوير وهي طبعا كأن وي ولن وي وإذا وي وكي وي ولام كي وي ولام الجحود دي دادا لام تيري وي وحتى وي والجواب لغو جواب بالفاء فاء والواو ساسو كعبر لكن صح ذو حيا هيد بل إنو دا والفاء فاء والواو الواقعتان دعي في جواب نفي أو ضرب وواو يفاء جواب دعي يي جواب دعي نفي يا ضرب نفي يا ضرب والفاء فاء والواو الواقعتان دعي في جواب جواب يي جواب دعانا النقدين نفي او طلب في جواب نفي او طلب فان لو جواب هي ما فاء يدا جواب دعي وو ان لو جواب ما وو جواب دعي ميل جواب فاء لو جواب ما وو لو جواب ما ان سيده قرن والجواب ان لو جواب بالفاء فاء بنقون اي والواو ما هسا والفاء فاء والواو واو الواقعتان دعي في جواب نفي او طلب نفي طلب جواب النقد واو اوي طبعا كاسا نواصب فعل مضارع يا شيخ فعل كمضارع كو كردغه وا طبعا طبعا كو وا حروف ارتساؤه فعل كمضارع كو كردغه وا ميقال نواصب فعل مضارع عشر وكلها حروف بدي بدون استثناء وحلق سور هي بعمل لما وحروف فعل كمضارع طوان با كردقة ونواسب لها طوان كابها وحروف انت مركز فانت عندنا وحادي كون فعل كمضارع كردقة لبا الله قيبية ولماذا قارة الصدح وقيبية
مركوبات وحان نواصي فعل مضاري وعشرة طبعا طبعا كوا وحروف هذا كلها حروف نواصي فعل مضاري عشرة وكلها حروف تامر كانت كبا حذي وحاطيه طبعا كان علماء قار لبي أقيبين قار نصده قار كان لبي أقيبين وحي أقيبين قسم ينسب بنفسه قيب يضو نفتي هذا وحن نصب سوى إسكت وان كالما أباهنين وقيب قسم ينسب بنفسه قيب نفتي هذا وحن نصب سوى وكالما أباهن يضا إسكفر إسكت وقسم ينسب بأن مضمرة قيبنا فعل كمضارع ويكرني لكن أن مضمرة وطان أن قرصون أن ما يشكو قرن ما أن قرصون علماء قار لبضاسيون قيبية حيث أن نواسيب تفعل كمضارع كرده قوات طبان طبان كبوا حروف طبان كالبا الله قيبين قسم ينسيو بنفسي قيب نفتي ذو حن نسبسة وقسم ينسيو بأن مضمرة يا قيب أن مضمرة وحكون نسبسة قول هذا صدح ذو قيبية فيري حد سلام عشان ما تكبحين قول هذا صدح ذو قيبية وحيد أن نواسيب تفعل كمضارع وطبان واسح طبعاً كبوا حروف واسح صدح بانو قيبنا إنا بينا صدح الله قيب وحيدا الأول قسم يكوبان قسم ينسيو بنفسه وإذن الله قال وقيب نفتي هذا وحن نسبسة وهي أربعة الأربعة الأولى وأفر طور أفر طور وحلو يقانا قسم ينسيو بنفسه قيب تان نفت هذا وحن نسبيان إسكوت كالما أما باهن وأفر طور أفرته أن ولن وإذن وكي أفرتاو أن ولن وإذن وكي قيبت الله وحيدا وحانداهنا قسم ينسب بأن مضمرة جوازا وقيب أن مضمرة وحكونا سبيا لكن جواز وهي لام كي فقط ولام كي بسيدة أن مضمرة وحكونا سبيا لكن وجوازا جواز جواز كواز كتبريري قيبت الله وحيدا وقسم ينسب بأن مضمرة أن مضمرو وحكون نسبيه لكن جوازا سي جوازين ما إسكابانا وهي لامكي ولامكي كريان قيب تصدح الوحيدا وقسم ينسيه بأن مضمرة وجوبا وهي الخمسة الباقية وعشان تحب قسم ينسيه بأن مضمرة وجوبا أن مضمرو وحكون نسمي وشان تهدو شان تهدو وحاو بعد قرطو وحتى لام الجحود بعد كاب الله لام الجحود حتى الفاء الواو أو شان تهدو وحيدهان أن مضمرا يكون نسمي وجوبا أنت حوق بذا المركز أن مضمرا وجوبا لام كينا محايا أن مضمرا جوازا يا أفر تهره بنفسها وك علم هذا صدح ذو قيبين وك فأن واسبك فعل كمضارع كردقاء عشرة تبنوي وهي تبنك أنوي أنت أم الباب عليها أم الباب باب كان إذا مسؤول كأوي مزيئ إلي هذا مرك أن سيدة ذوح مركي للطريق وهر نحو ذا أم الباب عليها كان وأخواتها مركا المقشة كان ذا أو أود باب إن وأخواتها إن ذا هو أود ذن وأخواتها ذن ذا هو أود أم الباب عليه أم الباب باب كاسي هوية أتى مسؤولكت فأن واسبك فعل كمضارع كردقاء عشرة تبنوي وهي تبن كأنوي أنوى أم الباب هرت أنت وحالها حرف مصدرية ونصب أن حرف نصب ومصدري أن حرف مصدر ونصب سألة كلا للروحة للروحة إلا فأنت ألكم فيه ومهم أنت وقوه ريان كميثالين أنت كلانا وعلمي دينا دوغاتا للروحة فعل كمضارع مركي نصبنا يان أذواتك نصب دا فتح ظاهرة هنقطة كو لابا فتح مقدرة هنقطة صد حذف النون هنقطة واسكم وحالك وضع فعل كمضارع مركي نصبنا مر وحيكون نصبنا بفتحة ظاهرة أن تقوم مر بفتحة مقدرة
فتح مقدرا وألف كري في علك مضارع مركو حالة النسبة جو ألف بس وكوب وكودا ألف كلية واو يا ما لن ندعو يا لن نرمي كوسوا موقنا يعني حاجة دك فعل مضارع حالة النسبة جو ألف كلي وكوب وكودا معتل بالألف فقط قيمت صدحان ونسب بحذف النون إنه وحكون نسبي ها حذف النون لن يفعلوا لن يقوموا وادكرت تاسن يا ساو غاتو مركي لو قلنا مركا كوان فعل كمضارع من نصبنا يا نصب هذا لا فرق وحفرق يا ومدى بين فتحة ظاهرة وبين فتحة مقدرة وبين حذف النون صدح وسلس وقلا يوم أنا أساو الله سبحانه الرحمة وهي نواسبتي أن وهي أن بانكو بالله من أمر أن يضو ها فتحة ظاهرة فتحة ظاهرة عنكو بلابين يعجبني أن تضرب يعجبني وحي عجب قلنا أن تضرب إن أتقر أعضو مراد كأنه أن تضرب لكن يعجب هذاك بلو يعجب فعل مضارع بعد يهدو يعجب فعل مضارع منصوب يعجب فعل مضارع مرفوع يعجب الغور يعجب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره ويعجب ذا مراتي ولما إنك يعجب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والنون للوقاية ذي هو الياء مفعول به مبني على السكون في محل النصب انت هذا مراتك النمائن أن تضرب مراتك واك قرآن كان أن تضل إحداهما أوكل قرآن كو أكوب بضانت أن تضل إحداهما أن تضرب عن حرف مصدر والنصب بعد أن حرف مصدر ونصب أن تضرب عن حرف مصدر ونصب تضرب فعل مضارع منصوب بأن تضرب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره تضرب فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره أن تضل أن حرف مصدر ونصب تضل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره أن تقوم من مقامك وريا إيكيني بي مارك وحوين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم يقال أنا محوية قبل أن يرتد والله أن تقوم أن حرف مصدر ونصب تقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره هل مسألة فهن بأحمد ويرت لكن سكوا أنت وحاني أن حرف مصدر ونصب مصدر هو اسم سيدي لوغي ولي بنا اسمي هو أصل سو مصدر هو اسم اسمي ماشو بك أصل ويبا أصل اسمي أصل كي سوى مصدر ملحا إن شاء الله تعالى بمكو قارد أنه والمصدر أصل وأي أصل أصل نبوه بيسك والمصدر أصل وأي أصل مركا وحالي أن حرف مصدر والنصب سائس قبانس أن وحرف وأنا مصدر أن وحرف وأنا مصدر مصدر رمحوها اسم اسمي هو أصل سنو لبن وإسقامنا إسا وإسكوري معن معه في روحة دي أن وحرف اسم معه مصدر انت حقا لك كان الوده وحاديه أن إيا فعل كان إيقا شيء أن إيا فعل كان إيقا شيء اسكدر لبضو ضبع أنت إيا فعل كان إيقا شيء مصدر لك الألالين شيء مركو الألالة صباحك بصبح arunta yar ka taqaanay marmar baa waxay shiitaan oo dhalaashadaan battery marka waxba ka sameysta marka carabigana sabki baa leh sabki sim ba kaf wax dhalaalin marka antan iyo ficilka ay gashay ya masdar laga dhalaan yu'jibuni anta dhriba somaahi yu'jibuni darbuka wala dhih darbu wa anta sumu sawmukum magar anta quma qiyamuka أنت يا فعل كي قشاد مصدر كتعلى النسب أن حرف مصدر انت لشيء وانت
يدو مصدر ما ها لكن مركي لا دلالي يدي فعل كي غشا مصدر لغا سو دلالنا مركا ان وما دخلت عليه في تاويل المصدر بالدي هدوت واحد كو اركي دونتا شراح تفسير كي اعراب وان تصوم الواو حرف عطف ان حرف مصدر والنصب تصوم فعل مضارع منصوب بان وعلامه النصب حذف النون وواو الجماعه فاعل مبني على السكون في محل رفع وحالو دي ان وما دخلت عليه يا فعل كان شيء في تاويل المصدر والتقدير صومكم وك ان وما دخلت عليه ان يا وحي شيء في تاويل المصدر مصدر بالغو اويلي وتقديرنا صومكم ونقول مركا دو تعديل ودا ان حرف مصدر والنصب ماتري مصدر حقيقه كان وحديها ان يا فعل كي غشا مصدر لغا سو دلالنا انت مصدر ما اها ان وحرف لكن يضا يا فعل كي غشا مصدر لغا سو دلاليني يعجبني ان تضرب اي ضربك يعجبني ان تقوم قيامك يعجبني ان تصوم صومك سدا صدقودس مركا انت وايه iyadoo gashay marka ficilkii mudari oo bifadha dhaahira fadhadina ay muqata anta dhilla anta quuma an yartad way annakuna kuwa soo dhanbaad qaadanaysa anta dhriba an najlisa an naq'uda kuwa soo dhan wasu iyadoo ficil mudari gashay anti ficilkii mudari'na ha وبفضحة مقدرة أي كنا نصبين إذا فضحة مقدرة ومعتل بالألف فقط بعد الله وهدو ألف كبك بس أن تخشى أن تخشى ومركو معتل بالألف كلية بفضحة مقدرة هدي لغنه ومعتل بالألف فقط هدو في ألف كبك وهو يهيا ماشا مسوق الآيان معتل بالألف نوحا أن تخشى سوقا يا أن تسعى أن تخشى أن تسعى أن تخشى عن حرف مصدر ونصب تخشى فعل مضارع نعد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر أن تسعى عن حرف مصدر ونصب تسعى تسعى وحديث فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النسي فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وحديث أن تلقى إن الله كل أن تلقى أن حرف مصدر والنصب تلقى فعل مضارع تلقى فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر أنت وأفعال خمسة قش وأن تصوموا خير لكم أن تفعلوا أن تفعلوا وأن تصوموا الواو حرف عطف الواو بحسب ما قبله دوكو عدان ويوو حل بحسب ما قبله وحكور يا الله فيرين تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب حذف النون تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب حذف النون تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب حذف النون واو الجماعة فاعل تصوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب هي حذف النون لأنه من أفعال الخمس وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر والتقدير صومكم ومركم متك السدع سالقار أنت يضع بفتحة ظاهرة أن تضل أن تقوم أن تضرب بفضحة مقدرة ومعتل بالألف فعلك مضارع مركو ألف كبوك بس أن تخشى إيو أفعال خمسة مركو يهينة وبحذف النون بكون نسبي سين بحذف النون نون كاتك قوينيس ولن وي لن مركا لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح هذا أسوي
لن نبرح كزولمين معتلكين لن نخشى وكلا سوق بسنس حذفونك حذفونك لن تقوموا لن نبرح وكيف فتح ظاهرة دي اسكجرها لن نبرح لن حرف نفي ونصب واستقبال بعدها وحرف النفي وديدي دورت لن نبرح كزولمين ونصب فعل كمضارع كورديس واستقبال محالة لن تفعل كمضارع اي قشي معنيه سم مستقبل بكديس فعل مضارع حاجة معناها ما معنوا لها لو حال ايه استقبال استقبال لن تفعل كمضارع مركي قشو سيدا سينتي يصوفو كلا ايضا استقبال كديس لن نبرح كزولي مين كما ان زولي هاد يما كزولي مين كما زولي دونو حتى لن نبرح كزولي مين هيا عليه على عبادة العجل بين إنا ندبق أن عابدين عاكفين إنا كنا جينا حتى يرجع إلينا موسى إلى النبي موسى النوغيمة أنا كنت ندبق أساسي عابدين ما يشان مركا إنا أغفر صد لن تلا ترى رحي زمخشري بينا لن تنفي جيدو عقيدة نويك شما سلام مهمة أهلا كان كدر اسكاي الله عليه السلام زمخشري حق اللغة العربية أنين عالموه كتاب كشاف ليرهدن وليو تفسير لكن حق عقيدة وحكم إذا فرق ضالو لديج المعتزلة معتزلة مركة أهل السنة يسلف كمسائل بضم بيكو قرمال السنائي وحكم إذا ديدين ديدين إن مؤمنين تو إلهي أركان قيامة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة نفو نفو وديدين وادقرت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أو ينحو إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية أحاديث سنة للعويس كاليني آيادها قرآن واي وحالي محاكو دي ديسان إن مؤمنين توي أركايان ربي قوت إن قيامة أركايان رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة حيده وحيسود لشان قال لن تراني نبي موسى مركو إلهي ويديس ونبي موسى إلهي وإنام كو أركان ربا ربي أريني أنظر إليك إلهي نمحو وجه قال لن تراني علماء ذي مركو وحيكوفة مفسرين تي محاقين لن تراني الدنيا ذا إيو ما أركيسي دول لن تراني الدنيا ذا إيو ما أركيسي يا قرا وحي ده لان تراني ولي غاب اي ما اركيس ويده ادون ولا اخره ها ما قرت لان ترى وحي ده وحرف النفي مؤبد حرف النفي تأبيد مرك عربي والاسلام سو قال موقت مرك امام ابن مالك بيت بو كغه حد ارينتا ودولكا كدغه نمانكا وحير ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله ردد وسواه فعضد ومن يرى روحي أركوية النفي النفي بلان وحلوه النفي مؤبدا ولي يدينه النفي قاية فقول هذا الكيس أردد علوي اسكرد وسواه قولك قول كسوه رجيضه النفي إنه تأبيد فائديني فعضو دا كاحوجي معناها كدلا فير محونا قرا فير هذه السيدة اللي قد داي يكو حيليه لن فعل مضاري حديقة شوية تأبيد مركة وحاتر أضاف فرديات لن أقوم استاجي ماي وحي كله موت كهلك قوي ما ده أضاف فرديات من روح عيلة أساس لن أقوم استاجي ماي هدات هذا ده ولي جاينا دي استاجي وهلك فرد لن أقوم أنت هذا مدك دي إسكندر قاعد كرتاس أبا ها لن أقوم أنت هذا سو مدك دي إسكندر قاعد كرت هوا تقاعد كرتا مرك لن تم فائدين ستأبيد مرك هالك أسأيك مرك وحيدا نحويل لن تلا ترى رحضي دهان زمخشري تاسيك وضع لن نبرح مرك وحيدا لن حرف مزدر ونصب لن نبرح لن حرف لن حرف نفي عفو وير صدر لن نبرح لن حرف نفي ونصب واستقبال لن لن نبرح لن حرف نفي وحرف دين
ونصب فعل مضارع كردي واستقبال معنيه سنة مستقبل بكردي لان حرف نفي ونصب واستقبال واساس نبرح فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره لن نجلس وأتي لن حرف النفي ونصب واستقبال نجلس فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره لن نشرب عبي مين لن حرف النفي ونصب واستقبال نشرب فعل مضارع منصوب باللن وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره وإذا وي إذا أنت مركي إذا الشروط على الله إذا أنت أرتا إذن ما بينهم بلوقري من سبيل ألف نحو لي إسكو قبط إمنو عنقاء يرقي سوا إسكو قبط قار وحيليه إذن سيدان أهد دو قران تعالى الرواين ووغو حرف عاضف إسكده وصد حرف سمار همزة إيذال إيا النون سمار قار وحيلي ما يمعش النون كألف منونة لكين ألف تنويسان وإذن إذن سيدان كلا قران سوا تقران سمع همزة ذال إيا ألف تنويسان horta rasma wal isku qabtay sida loo qori idan hadii bin nun loo qariye bil alif ma isku mid ba mise way kala tag yadan waa mas'ala kan idan marka khulasadi qaar waxay dhayn labada waa loo qori kara rasman bin nun rasman bil alif alif ka munawank laakin nahwaleedu sidana ay jecel yihiin nun nun ka bada wa idan in nun ka loo qoro idan ha إذن أو بالألف أنا علماء قاربا أقول ولا مديدا تامرك لقى صوته إذن مرك إنه هرتوا حرف جواب وجزاء ولا حاجة معنا حرف جواب وجزاء لكن مرك فعل كمضارع كرد جزاء إلى صدع شرد بالله أن تكون إنا أهات في صدر الكلام هذا الكلام بلوغيسة هذا كان يضع أي قشي وي كي يضع قشي مصدرة إن النقطة لها مصدرة أما في صدر الكلام صدر وأول أن تكون في صدر الكلام هذا الكبير لو يسا إن أي قشي لها أن تكون في صدر الكلام ما لقرت وشرط إيه كوبات مركة عمل فلس أن تكون مصدرة ولا أما في صدر الكلام صدر أول مبالغة صدر وصادي يدال يرى شرط الجلبات أن يكون الفعل بعدها مستقبلا فعل كان كدم وإنه مستقبل بس إنه حال الله ما أقوله إذا تسمع الآن الله ما ذكر ما هذا المغرس ما الآن يا ساعة يا حال الله ما أقوله يض ما أقول وحد الصعود الله ما أقول معلنك هذا شرح حياة يقرأ إذا يقرأ الدرس الآن مسؤول بس أن يكون الفعل بعدها مستقبلا فعل مستقبل أي ربطة حالة ما أقول شردها سدحان شردها سد وأن يكون الفعل متصلا بها فعل كوينو كل جنيه ولا حرينا صد حرينو بالعكس سوريا ماي مرك فعل كوينو الله حرينا وين النقط إذن أكرمك وحكى إن لدحجلي لا بوق قاربة وحيدا وحال لدحجلين كرا صد حرمود بك صوير هيبان وحي دهان وحيالا لديح جنين كراجر دار اوكرا إلا بالقسم دار واللي اقولي هيدا انفصال صد حال اللي اقولي بالقسم إذن والله نرميهم باتي إذن والله واللي اقولي وبالقسم بالقسم دار اوكرا واللي اقولي مركا ولا يضر الفصل بالقسم بيدا هذا دارتها لما لا النافية واللي أقليها لا النافية وأرهن طلبة انفصال قدول لا النافية النقدان لما لا إذن لا أهينك إذن لا أكرمك لا ذا أحبت لما يسو وحيدا أرنك الصدحات وحدي بكرم وحرف النداء دون نداء ماذا مرقى وحيدا بالقسم ولا أن في والنداء صدحة وحان كاهين إذن يا فعل لك لا دحقال لما أقول ندي وحكم إذن يا زيد أكرمك والسكو أقلي هيدا إذن يا زيد أكرمك وإذن وي
marka idan waxaa dii waa inay musadara noqoto ficil saddex shardi baa la an takuuna waa inay ata fii sadri lkalam hadalka bilowis waa an yakuuna alficlu bacdaha mustaqbalan ficilka ka dambeeya inuu mustaqbal yahay saddex waxaa kaloo arrin waa an yakuuna alficlu mutasilan biha ficilku inuu la xidhiiro laakiin infisaal waxaa loogolayaa saddex arrin bilqasam walaa yaduru linfisaalu infisaal waxba dhimi maayo bilqasam hadduu yahay ow bilaa annaafiya ow binida waay mithlu mithaalkii marka azuuruka qadan beri baan kusoo booqan u ninku idan ukrima kabati markaasaan ku karaamayn idan iyo ukrima waad aragtaa idantaa lagu bilaa ukrimaka idan lama ogolo waa inay iyadu ugu horreyso ficilkan iyadu ay gashay waa inay iyadu horreyso azuuruka qadan beri baan kusoo booqan buu ku yidhi idan inzurtani waay idan haddaad isoo booqato ukrimaka markaasaan ku karaamayn marnio inaan wada hadan laa raay soo ma dhahayse noo isu keen horta marka waan kusoo booqan bi waxaad marka isoo booqataan ku karaamayn oon ku marti qaaday hortaa lagu helo azuuruka qadan beraan kusoo booqan idan ukrimaka ana markaasaan ku karaamayn baad marka idan ukrimaka weye muhimadeennu idan xarfu jawaabin wa jazaa baad dihi idan xarfu jawaabin wa jazaa ukrima ficil mudaari ukrima ficil mudaari mansuubun biidan wacalaamatu nasi fadxatun daahiratun fii aakhiri inta miimka ku joogta way iska ukrima ficil mudaari ukrima ficil mudaari mansuubun biidan wacalaamatu nasi fadxatun daahiratun fii aakhiri waay wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu ana anaa ku karaamayn ka kaafkuna walkaafu mafcuulu bihi mabni cala lfatxi fii maxali nasb idan ukrimaka idan xarfu jawaabin wajaza ukrima ficil mudaari mansuubun bi idan wacalaamatu nasi fadxatun daahiratun fii aakhiri wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu ana walkaafu mafcuulu bihi mabni cala lfatxi fii maxali nasb wa key weye key key xarfu masdar baa iyadana leh xarfu masdar iyadana shardi baa jira markay keydu wax nasbinayso an takuuna masbuuqatan bilaami lafdan ow taqdiiran baa dihi waa inay laam ka horreysa laam laam lagu dhawaaqay oon arkayna ama laam lasoo qadaraa midda lagu dhawaaqay likay laa yaclama iyo likay laa ta'saw iyo oad garato iyo jiitu likay aqraa'a iyo middaa masbuuqatun bilaam lafdan baa leh marka key markay wax nasbinayso shardi baa jira masbuuqatun bilaam laam in laga hormariyo laam in lagala hormara lafdan laam lagu dhawaaqayo la arko ishuu qabanayso sida likay laa ta'saw likay keyda maxaa kasii horrey laam baa ka horreysa maar likay taqra keyda maxaa kasii horrey laam qoran middaa masbuuqa bilafdi lafdan masbuuqa bitaqdiira waxaa weeye taqdiiran jitu kay taqra'a buu ku yidhi laam ma haysa laakiin likay bay ka dhigantaa lagu dhihi haddii laam la waayo fahiya jaaratu waxbay hoos dhigaysa nawaasibo dhan waa kala tegaya marka key markay wax hoos dhigaysa waxaa la rabaa masbuuqatun bilaami lafdan ow taqdiiran waa inay laam ka horreysa laam laam lagu dhawaaqay oo muuqata ama laam la qadaray masbuuqatun bilaami lafdan ow taqdiiran naxwu likay laa ta'so waka qur-aanka laamtaa ka horreysa maxaa la dhihi lafteeda laam tacliiliya la iskaya laamta allaamu laamu tacliil baa la iskaya allaamu laamu tacliil waa iska laamu tacliil waa iska xarfu jar iyadu waxba allaamu laamu tacliil waaya qur-aanka iyada waxba lama tuuri kara hadday carabi tahay iska tuurid bay noqonaysa qur-aanka waxba lama tuuri karo allaamu laamu tacliil key xarfu masdarin key xarfu masdarin wa nasbin key xarfu masdarin wa nasbin key laa laadan laa naafiya unbaad iska dhihi laa naafiya carabi hadday tahay laa naafiya mulqaad waay waa xoorid qur-aanka laa naafiya un dheh taasow hadda waa afcaalu khamsiya iyan kuu dhuuman taasow ficil mudaari mansuubun bikey baad dihi bilikey laa ha dhihin waxa wax nasbina waa keyda baska afkiyada taasow ficil mudaari mansuubun bikey mansuubun bikey keyda basalar wacalaamatu nasbi xadfu nuun liannahu min afcaali alkhams waw ljamaacatina faacil mabni cala sukuun fii maxali rafcin likay taqra'a baati allaamu laamu tacliil key xarfu masdarin wa nasb
تا قراءة فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نسيه فتحة ظاهرة في آخره فالنواسي فعل كمضارع كردي عشرة طبن وي وهي طبن كأن وي ولن وي وإذن وي وكي وي أفرتا تنسب بنفسها بل نفتوضي وحن نسبيا إذن إيه كيبا وحوغا شروضا له والله سبحانه وتعالى أعلم وحكم بالله التوفيق سبحانك اللهم